رياح محملة بالأتربة وشبورة مائية، أسبوع صعب جديد. اعرف توقعات الأرصاد لطقس الأيام الجاية. متابعي فيتو في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم، وجولة جديدة هنتعرف فيها على آخر أخبار الطقس وتوقعات خبراء الأرصاد لدرجات الحرارة في مختلف المدن والمحافظات المصرية. هيئة الأرصاد الجوية أعلنت حالة الطقس غدا السبت، وتوقعت إن هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ده عن حالة الطقس نهارا. أما ليلا فمتوقع أنه هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء، هيوصل لحد الصقيع بواسط سيناء. هيئة الأرصاد الجوية حذرت كمان من وجود شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب من 4 ل 8 صباحا في الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد. كمان هيكون في نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، هتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، كل ده مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد بنسبة حدوث 30%، قد تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى بنسبة 10%. متابعينا، خليني أستعرض مع حضراتكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت. عندنا القاهرة درجة الحرارة الصغرى 10 والعظمى 20، الأسكندرية الصغرى 10 والعظمى 20، طنطا الصغرى 10 والعظمى 20، شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 20. معانا كمان دمنهور درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 10 والعظمى 20، بلطيم الصغرى 11 والعظمى 21، مطروح الصغرى 9 والعظمى 20. هنروح كمان للسلوم ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 10 والعظمى 19، سيوة الصغرى المتوقعة 8 والعظمى 19، بورسعيد الصغرى المتوقعة 10 والعظمى 19. أما عن دمياط فدرجة الحرارة المتوقعة 11 والعظمى 19، الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 20. أما عن الإسماعيلية فدرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 10 والعظمى 20، السويس الصغرى 11 والعظمى 18، العريش الصغرى 10 والعظمى 20. معانا كمان رفح ودرجة الحرارة الصغرى 9 والعظمى 20، راس سدر الصغرى 11 والعظمى 21. أما عن نخل فالصغرى 5 والعظمى 21، نويبع الصغرى 12 والعظمى 22، طابة الصغرى 9 والعظمى 21. أما عن كاترين فالصغرى 2 والعظمى 17، الطور الصغرى 12 والعظمى 22، شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24. خليني كمان أقول لحضراتكم الغردقة. الغردقة درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 15 والعظمى 23، مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22، الفيوم الصغرى المتوقعة 7 والعظمى 21، بني سويف الصغرى المتوقعة 7 والعظمى 21. أما عن المنيا فالصغرى المتوقعة 6 والعظمى 22، أسيوط الصغرى المتوقعة 6 والعظمى 22. أما عن سوهاج ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 9 والعظمى 23، إنا الصغرى 9 والعظمى 24، الأقصر الصغرى 10 والعظمى 25. أما عن أسوان فالصغرى 11 والعظمى 24، أبو سمبل الصغرى 10 والعظمى 24. هنروح للوادي الجديد ودرجة الحرارة المتوقعة الصغرى 7 والعظمى 25، شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25، أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 24، حلايب الصغرى 16 والعظمى 23، وأخيرا معانا راس حدربة درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 15 والعظمى 22. خليني كمان أقول لحضراتكم إن هيئة الأرصاد الجوية كشفت كمان عن حالة الطقس خلال باقي أيام الأسبوع اللي جاي، وقالت إنه من المتوقع إن هيسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية
الشمالية وشمال الصعيد، دافي على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع في وسط سيناء. يوم الحد متوقع ان هيكون في نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كل ده مع وجود امطار خفيفة على جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الاحمر واقصى غرب البلاد على فترات متقطعة. اما عن الطقس المتوقع ليوم الاثنين، فمتوقع ان هيكون في نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع وجود امطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة. اما عن طقس يوم الثلاث المتوقع، هيكون فيه نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة. اما عن يوم الاربع فمتوقع ان يكون فيه نشاط للرياح على كافة الانحاء. متابعينا، بشكر حضراتكم على المتابعة، ولكن احنا متواصلين معاكم في متابعة حالة الطقس على مدار الايام اللي جاية وعلى مدار اليوم كمان. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. كنت معاكم هدير رمضان.